العمل هو العمل، لا يختلف لا باختلاف التوقيت ولا المناسبات، هو الشعار الذي يرفعه كل من حكيم وسليمان فلاحان بمزرعة بإحدى القرى ببلدة سفيان غرب ولاية باتنا. خدمة ما يدلع فقوس طماطم قل فلفل، المهم الخيار ده جريوات، نخدم 4 نسوات صبحيت و 4 تشويت نسرد حي. هضاع الصغار دهو الخدمة وشان شو ناسني دهو ندش من ناسني دهو ندسون لازم نشاف ناسني خدم ذي القايلان نغد النوث نغد رمطان نغد لازم نخدم عليهم. الفلاحون هنا يؤكدون أن العمل متوفر لكل من يشد همته ويشمر على ساعديها، فحجة عدم مناصب الشغل حجة وهي يختبئ وراءها الكسالة. اللي يحوس يخدم يلقى خدمة، يخدم ثاني نورمال كل شيء يلقاه، ما كانش منها اللي يقول لك ما كانش الخدمة، الخدمة كاينة في الفلاحة وين يروح يخدم، اللي قادر على شقاه وعنده ذراع يخدم كيما انتظر كي نورمال كل شيء يخدم. سليمان هذا احنا جبناه على كل حال، كان في ناحيه عين توته، جبناه هنا كجمعيه، هنا جمعيه فلاحيه يعني فيها 2 ابار وفيها مساحه تاع 160 هكتار، جبناه يعس في الابار، جبناه يعس ودرنا له فكرنا له سكن ودبرنا له سكنه وخدمه وراه يخدم فلاحه موسميه معنا. لا مشقة الصيام ولا ارتفاع درجة الحرارة يقفان أمام إرادة هذا الفلاحان المثابران، فالكسل عن خدمة الأرض لا يجد طريقه إليهما.